بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عاملين يا أصدقائي؟ أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله، ودايما كده زايدين مش ناقصين بإذن الله، ودايما يا رب في صحة وسعادة وهنا وراحة بال على طول بإذن الله. النهاردة يا جماعة أنا هعملكم البكون بتاعنا الصعيدي الجميل اللي انت شايفينه ده، خفيف جدا وطعمه جميل جدا، هو مقارب للمرحرح المصري بتاعنا الجميل البردة، بس من غير رحية يا جماعة. هتعمليها تفرديه بإيدك وهيطلع لك زي الفل، وكمان يا جماعة طعمه جميل جدا، وكمان عجينته زي العيش الشامي بالضبط زي ما انتم شايفين كده، وبتفرد معاكي من جوا بسهوله جدا، وينفع سندوتشات للاطفال جميل جدا. هنشوف بقى دلوقتي مكوناته سهله جدا وموجوده، يعني العجينه مش محتاج اي حاجه، يعني كل المكونات موجوده في البيت عندك. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. جبت العجينه بتاعتي وحطيت فيها ميه، وحطيت بقى معلقه كبيره خميره فوريه بتاعت المخبوزات يا جماعه، وحطيت معلقه كبيره ملح، وحطيت معلقه كبيره سكر، وهدوبهم كويس جدا في الميه زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هنزل عليهم بمعلقتين زيت. معلقتين زيت يا جماعه بدو لمعه كده للعجين، وبدي طعم جميل جدا للبكون بتاعك. وبعد ما دوبت كل المكونات حطيت الدقيق، دي عبارة عن 2 كيلو دقيق يا جماعة، وده دقيق التومين بتاعنا مش الدقيق الأبيض، لو عندك دقيق أبيض طبعا هيطلع أحلى وأحلى. وابتدي بقى أخدم فيه، وعايزين عجينة بقى ما تكونش يابسة ولا تكون سايبة، عجينة تكون متماسكة وفي نفس الوقت طرية. وتاخدي العجينة دي ازاي؟ انت لازم تخدم العجين كويس جدا، وتفضل تخدمي فيه لحد ما يطرى معاكي وفي نفس الوقت كله عرق. حطينا معلقة السكر يا جماعة عشان يبقاله عرق العجين، وفي نفس الوقت ما يسيبش معاك، لان احنا في الصيف فلازم تخدمي فيه كويس وبقاله عرق عشان عجينته تبقى طرية. وبعد كده لسه هيحتاج خمور بقى معاكي برضو، فتحاولي على قد الامكان ما يسيبش معاكي، وفضل العجينة متماسكة وطرية ومش تخينة قوي، لا تكون متماسكة زي ما انتوا شايفين كده. هسيبها بقى دلوقتي في الشمس تخمر، وما بتكملش معاك نص ساعة وتخمر معاك بكل سهولة. عايزة تحطيها في أوضة عندك، في أوضة دفا كده تحطيها وتغطيها لو ما عندكش شمس، فهتخمر معاك بكل سهولة، مش هتاخد وقت معاك. خمرت معايا وابتديت بقى عملت المغارس بتاعتي بالردة زي ما انتوا شايفين كده، وابتديت قطعت في البكون بتاعي قطع صغيرة يا جماعة، أصغر كده من العيش الشمسي بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. بخلص بقى كل كمية التقطيع، مفردوش دلوقتي يا جماعة، لازم يرتاح حوالي 5 دقايق الأول عشان يتفرد معاك بكل سهولة. تخلصي كل كمية العجين بتاعتك تقطعيها، وبعد كده تبتدي تقطعي تفردي بقى البكون بتاعك الأول اللي انت قطعتيه في الأول زي ما انتوا شايفين كده. انا هبقى هخلص كل الكميه بتاعتي اقطعها، وبعد كده هجيب الاولان اللي انا قطعته اول حاجه، وبعد كده هبتدي افرده بقى معايا. هيكون بقى ارتاح معايا وبيتفرد معاكي بكل سهوله اول ما برتاح معاكي زي ما انتوا شايفين كده. انت تفردي بقى بايديكي وهو بيمشي معاكي بقى، يعني مادام عجينته طريه بتمشي معاكي زي الفل. بخلص بقى، ولازم بقى يا جماعة تملي بيها المقرصة كلها، يعني ما تسيبيش، لا تقولي لا القرص صغير مملاش بيها المقرصة، لا املي بيها المقرصة وما تخافيش، لان هيكش في الفرن وهينفخ معاكي في الفرن ومش هيكون تخين من جوه يا جماعة. لازم بقى تفرديه كويس جدا على المقرصة عشان يبقالك عجينة خفيفة جدا من جوه، وتفتح معاكي بكل سهولة وتنفخ معاكي في الفرن زي ما انتوا شايفين كده. بملى بيها المقرصة كلها يا جماعة. بخلص كل الكمية بتاعتي، وبعد كده بغطيه بقى حوالي ربع ساعة عشان يخمر معاكي. لازم بقى تغطيه وخليه يخمر معاك الربع ساعة دي، عشان خاطر انت عايزاه يجب معاك في الفرن بسرعة وينفخ معاكي ويبقى نتيجته حلوة جدا. لازم يقعد ربع ساعة يخمر معاكي.
وزي ما انتم شايفين كده بقى عدت الربع ساعة وشايفين بيخمر معايا بكل سهولة. تعرفي ازاي خمر؟ انت هتلاقي فقاقيع كده على جنب على الجناب كده وفي النص، يبقى كده القرص معاك خمر. ولعت الفرن بتاعتي زي ما انتم شايفين كده وسخنتها كويس جدا فوق وتحت، بعد كده وطيت عليها وهبتدي بقى ارمي بقى القروص بتاعتي. بنفض كل الردة بقى الزيادة كلها بنزلها من على البكون بتاعي، وبعد كده بحطه على المجرسة، وبعد كده اوديه تاني على المطرحة زي ما انتم شايفين كده. بنفض كل الردة اللي حواليه، وبعد كده بقى احطه في الفرن. ما بستناش يا جماعة 10 دقايق بالظبط وبتطلعيه بيبقى زي الفل. انتي اول ما بتحطيه في الفرن كده بنفخ معاكي يعني وحجمه بقى بيصغر معاكي وبنفخ بقى وبيبقى زي الفل، وما بكملش 10 دقايق بحمر فوق وتحت وتطلعيه. زي ما قلت لك هي ساعة الزمن، نص ساعة في الخمور ونص ساعة في الفرن، وتخلصي كل الكمية اللي انت عايزاها زي ما شايفين كده. وعجينته والله العظيم سهلة جدا وهو طعمه جميل جدا، وينفع بقى سندوتشات للمدارس، سندوتشات ليكي تعمليه يكون مثلا ما فيش عيش شمسي ما عملتيش النهاردة، عايزة تعملي حاجة خفيفة كده وتاكلي بيها بقى، يتاكل بيها الحاجات النواشف بقى، جبنة مش عسل، مربى، بطاطس، تونة، اي حاجة، كل الحاجات النواشف دي تنفع معاها. زي ما انتم شايفين كده خلصت كل الكمية بتاعتي وطلع زي الفل زي ما انتم شايفين كده، خفيف جدا وطعمه جميل جدا. اتمنى تجربوه، وعايزة اقول لكل اللي اشترك في قناتي وفعل الجرس، والله العظيم اشتراككم على راسي من فوق، واتمنى فيديوهاتي تعجبكم الفترة القادمة، وتعليقاتكم الجميلة بتكون لي حافز والله العظيم اني اعمل اكتر واكتر. واللي لسه ما اشتركش اتمنى يشترك في قناتي وفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد عندي باذن الله. وزي ما انتم شايفين كده هو بحتاج نواشف يا جماعة، بحتاج نواشف يا جماعة، بحتاج بقى العسل، بطاطس محمرة، سلطة، مربى، بحتاج مش بتاعنا الصعيدي الجميل، ويا سلام لو طبق ملوحة بقى وبصل أخضر، يا سلام عليه كمان بقى جميل جدا. أتمنى بقى الفيديو يعجبكم، وأتمنى بقى اللي مشتركش يشترك في قناتي وفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد، وأشوفكم على خير بقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.